متابعي طقس العرب في السعودية، أهلا وسهلا بكم. تأثرت أجزاء واسعة ومختلفة من المملكة اليوم بالعاصفة مدار التي عملت على هبوب عواصف رملية وهطول الأمطار الرعدية، تسببت بتدني مدى الرؤية الأفقية وإحداث أضرار مادية محدودة. والآن دعونا نستعرض لكم أبرز مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من لا إله أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن لا إله إلا الله. علينا مو بعج، علينا نفود بعنيزة. يا الله إنك ترحمنا. نفود نفود مو بعج، نفود نفود جانا. الله يرحمنا. ما يرحمنا.